نرحب فيكم مرة جديدة ومكملين معكم بدنيا يا دنيا. الأسبوع الماضي مع الدكتورة عايدة كراتشة حكينا عن الأمور اللي بتستفز المرأة بالرجل. اليوم رح نعمل العكس عشان نعطيه حقه يفشغله ويحكي شو بالفعل الأمور اللي ممكن إنه تخلي الرجل يستفز من المرأة. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا صباح فيكي. الخير للمشاهدين. هلا بقدر شوي أنا أغاوز مع الرجل بداية. لا حبيتك. بحس المرأة مستفزة أكثر من الرجل. مستفزة أكثر. هلا رح يكرهوني بس بحس ممكن عندها اساليب اكثر. الرجل شوي عملي يعني مش في باله هاي القصص. ممكن صح. بدي امشي معك. هلا احنا ايش في هلا في شغلات كثيره بتستفز المراه والرجل نفس الشيء يعني. هلا احنا بس احنا زي ما تفضلتي بالبدايه انه نعطي خصوصيه للرجل او نعطي خصوصيه للمراه فيها. مثلا عدم الاهتمام يستفز الطرفين صح ولا لا؟ طبعا. والاهمال الاهمال يستفز الطرفين. بس مثلا احنا لما حكينا في بدايه الحلقات عن الفروقات ما بين الرجل والمراه فاحنا بدنا يعني كملنا انه نعطي في اشياء بتستفز الرجل في اشياء بتستفز المراه. هلا ايش الاشياء اللي بتستفز الرجل من المراه؟ يعني المراه اللي دائما تشكي. نقاقه. النقاقه. هلا تشكي اول شيء ممكن من البيت، من الاولاد، منه، من اهله، من كل شيء. يعني المراه اللي دائما بتشكي يعني حتى سمع الشخص المقابل بتلاقيه في بعض الأحيان بتسكر أذانه ما بدي أسمعها. صح. خلص وبتعطي الطرف الآخر طاقة سلبية. ببطل يقدر يتحمل. صح. طب شو سبب النق؟ لو نيجي نفسر موضوعنا لأنه يعني معظم النساء عندهم هاي العادة بحبوا ينقوا. والرجل برضو يعني هلأ إحنا مرات نضطر النق لأنه الرجل مش دائما يعني بيسمع ومش دائما بيستجيب للطلب، فتكرار الطلب هو نق بالنهاية. يعني مش دائما محقوق المرأة. هلأ في بعض الأحيان ممكن النق بس لمجرد الاهتمام أو أنه اسمع لي. ممكن النق لأنه فشل مثلا خلينا نقول ما بتشتغل قاعدة بالبيت. في بعض الأحيان بتزهق فبدها تحكي، بدها تحكي بأشياء مزعجيتها. فالفراغ في بعض الأحيان هو بيوصل الست لأنها صارت تبلش تنق كتير. هلأ ممكن ضغوطات كتيرة، إحباطات كتيرة عند الست فبتصير ضلها تحكي تتفشش. هلأ ودائما يعني أنا بطلب من الرجل أن يأخذ حسن نية من وراء نق المرأة. مش دائما افترض سوء النيه. اذا افترضت انا حسن النيه بجوز الامور بتمشي كثير سهله وكثير يسيره. صح. عرفتي علي؟ فهي واحده من الشغلات. وزي ما والنميمه الحكي مثلا على اهله، شفت شو عملت، شفت شو سوت، مثلا كذا، هدول الشغلات العائليه. صح. فهي كمان بتستفز الرجل. شوفي قد انا ممكن اكون امراه مميزه بعينين زوجي اذا بعدت عن النق. ما نقيت، شافني مختلفه بهذا الموضوع. وموضوع ثاني انه ما يكون مركز حديثي مع زوجي او جو البيت حول الناس، محور حوالين الناس. انا بالزبط. بتميز بهذه الطريقه. هلا شوفي انا ما بقول كمان شوفي زوجي، حتى انا بنظر حالي. صح. يعني انا لما انا بحس حالي اني لا انسانه بنم. ولا انسانه بحكي على حدا ولا طول الوقت بتشكون. اظن انا بكون مبسوطه عن حالي. صح. ما هي بتيجي السعاده والاهتمام للذات من الداخل. بعدين بصير هو بيحرمني. طب كيف لأني ممكن نبعد عن هدول الشغلتين، النق وموضوع النميمه؟ انا اشغل نفسي باشياء منتجه. أشوف وين أشياء يعني أنا بقدر أعملها، نقاط قوة عندي بقدر أشتغل عليها، أشتغل فيها. ممكن أطلع أمشي. ممكن أنا مثلا كل أساسيات البيت، هلأ إذا كنت أنا ما بشتغل ممكن كل شراء البيت، حاجياته، كل شيء أنا أقوم فيه. أعطيني مثلا هالقد من من ميزانية البيت، هذا كله علي أنا، فأنا بشغل حالي. صح. مزبوط. يعني حتى بلاش يا أختي مثلا أطلع مع الجارات وأنم، ممكن أقرأ لي كتاب، ممكن أحضر لي برنامج تلفزيوني حلو أثقف حالي فيه. فكل هاي الأمور تبعدني عن النميمة. صح. عن النقل. يعني إحنا نرتقي بمستوى الحوار في البيت. بيحكوا إنه العقول المتدنية هي بتناقش الأشخاص، المتوسطة بتناقش الأحداث، والعقول يعني المتفوقة هي اللي بتناقش القضايا طبعاً والأفكار. طبعاً. فممكن إحنا حتى أولادنا ينعدوا منا. exactly. بنناقش سياسة، بنناقش أمور اجتماعية، وبيشوفوا كيف إنه إحنا مش محور حياتنا النميمة. يعني الأمور الاجتماعية كتير مهمة رندا. يعني هلأ انسيني مثلا، يعني أوكي هلأ أنا شخصيا بجوز السياسة ما كتير تستهويني. تستهويني مثلا الأشياء الاجتماعية. كيف أنا أطور بحالي، كيف أنا أطور بولادي، كيف أطور بعلاقتي أنا وجوزي، أشتغل. صح. عليها. مزبوط. وإحنا قلنا بالحلقة الماضية it's a full time job. يعني بدي أظلني أشتغل. مش سهلة. صح. إذا نبعد عن النميمة والشكوى والنقاء. تاني إشي عدم إعطاء النصائح بدون ما يطلبها. بلش انه تنصح يا اختي، ما تنصحي. عرفتي علي؟ هلا خليني اعطيكي مثال على سبيل المثال. روح قال لك والله اليوم تخالفت رادار.
كم مرة حكيت لك كم مرة تسرع؟ حكيت لك ما أنت دائما بتسرع. أوكي طب خليه هلأ هو أجا وحكي متضايق أصلاً من المخالفة. فأنت كمان زدتيها. طب ما أنت مش أنت بتقولي بدي يكون صاحبك. إذا بدي يكون صاحبك اسمعي له بدون ما تبلشي لا تنتقدي ولا تعطي نصائح. ما أنا قلت لك هيك ما هذيك المرة. طب شو أجاوب؟ إيش ولا إشي ممكن أضلني ساكتة. أنا عارفة يلا مش مشكلة مش مشكلة المرة الجاي إن شاء الله إن شاء الله بصير خير. يعني ما في داعي يكون لكل إشي جواب. صح مثلا إذا حكى لي تخالفت أو دفعت زيادة بحكي له الله يعوضك شوفي هذا الجواب خلص بدون التفاصيل. أو أنا بقول في بعض الأحيان رندا دانا الصمت من أحلى ما يكون. عن جد في بعض يعني لا بعدين بفكرها تطنيش ولا لا لا إنه بلاش هالصمت مش إنه والله هيك أنت ممكن تعطي بادي لانجويج تعبير بوجهك إنه والله أنت متأثرة تفاعل عرفتي علي متأثرة. هلأ مو دائما تبلش تعطي ما أنا قلت لك ما أنا حكيت لك أوكي. والشغلات كمان تانية اللي بتستفز الزوج كتير اللي هي تجربي تغيريه وتحسنيه. ما حدا بغير حدا ما حدا بغير حدا. غيري حالك يا أختي عشان هو يتغير وكم مرة حكيناها بكل الحلقات. صح. غيري حالك عشان هو يتغير. صحيح. يعني أنا عارف والله اللابسه هذا مش حلو شو هاللبسة هاي اللابسها طب أختي لابسه وخلاص وبده يطلع أوكي. هلأ مش عاجبك لبسه صيري أنت جربي بطريقة غير مباشرة من اللي حطي له البنطلون والقميص والجرافة اللي بدك إياه. أما مش لما لبسه بدي يطلع أنا عارف شو هاللبس اللي لابسها. شوف الطريقة حتى في بعض الأحيان تستفز. صح. ومستفزة. طب ليه يعني من لغة المحبة والهيام وهاي الأمور بتصير اللغة شوي بين الأزواج استفزازية؟ يعني هو بده يضايقها وهي بدها تضايقه ليش؟ هي مش بده تضايق أو مش بده يضايقها أو بدها تضايقه. يعني لما تحكي له لبستك مش حلوة شو الهدف؟ بدها تضايقه. لا ما بتضايق هي بدها تحسنه يعني جمل منظرك عرفت علي انه غير لي قميصك مثلا او غير لي جرافتك مش ضابطه او البنطلون مش ضابط. يعني هلا انت بتقدري تقوليها بتعرف مثلا والله بتعرف القميص حلو والله الجرافه هاي بجوز لو هاي احلى عرفت علي. يعني ما هي من لما بلشنا انه انت تمتلكي فن الحوار والحديث هو اظن اساس ليزبط كل العلاقات عرفتي انه اوكي مثلا بتعرف والله كانه في طبع على البنطلون هذا اجيب لك البنطلون الثاني مش اطلع غيره تعطيه حل مش اطلع غيره اجيب لك البنطلون الثاني. هلا احنا كلنا يعني ناس هيومن بينجز عندنا القابليه لانه في بعض الاحيان وجه انتقادات عندنا القابليه بعدين وجه نصائح. يعني هلا في بعض الاحيان مثلا بيقول اللي بسمعك يقول لك الدكتوره طب انت ما بتعمل هيك انا في بعض الاحيان بعمل هيك وبغلط طبعاً. هلا قدرتي على اني انا اسفه اتحكم اسفه سوري اتراجع ايوه اتراجع انا سوري والله ما قصدتها عرفت علي او قبل ما احكيها قعد للعشرة قبل ما احكيها ما هي احنا عم نحكي دائما في بعض الاحيان ممكن يحسوا احنا عم نعيد شغلات كثيره بس بالتكرار مش غلط بنغير من تفكيرنا بالبدايه انا اغير من تفكيري واصير صح. احكي صح. لانه انا كيف صرت امتلك مهارات الاتصال لاني عم بدرب حالي عليها مش لاني انا فجاه صرت خبيره اتصال لا انا بغلط مره والقدره وانا زي ما حكيت بحلقه ماضيه انه جون جوتمان بقول لك انه انا استطيع ان اقرا العلاقات الزوجيه اذا تستمر أم تطلق بعد فترة من طريقة حل الزوجين لخلافاتهم بلمجرد أنك تقولي دانا أنا سوري ما قصدتها بهذه الطريقة. هل صحيح مقولة أنه المرأة صعب إرضائها؟ يعني بيحكوا أنه النساء إيش بدهم هلأ بس إيش بدهم ما بنعرف يعني بدهم الشغلة هلأ بس مرات ما بيعرفوا إيش بدهم. يعني هاي في جملة قرأتها قبل فترة بعرفش إذا المرأة صعب إرضائها لكن أوكي وردة بترضيها وكلمة بتقتلها. شوفي يعني ترضى بإشي بسيط وإشي بسيط ممكن يزعلها بس نفس بس الكلمة الحلوة مش معقول شو بتعمل مفعول مفعول يعني هلا يعطيك العافية يسلموا إيديكي صح ما بتاخد إشي ما أبسطها هي ثقافة أنا بقول ثقافة المجتمع تبعنا إذا بتتغير نتعلم نقول شكرا نتعلم أقول يعطيك العافية نتعلم أقول أنا آسفة بليز لو سمحتي كلها هاي بتعمل مفعول هدول بقولوا لهم بالغرب الماجيك ووردز الكلمات السحرية صح كلمات سحرية يعني بالآخر مش النساء ما بيعجبهم العجاب بالعكس هم ما بدهم إشي عجيب جدا بدهم إشي بسيط بالنهاية ونابع من القلب جست اسمع يعني اسمع بأذانك وبعيونك يعني دائما بحكي لطلابي في شغله دائما بحكي احكي القصه هاي انه مثلا في اب بيقول لابنه بكون بقرا الجريده بقول له يابا عندنا بكره اجتماع الاهالي قال له اي ساعه قال له على 10 طيب خلص يابا باجي خلص وهو بقرا الجريده ثاني يوم الولد بيستنى ابوه يجي على اجتماع الاهالي ما بيجي بقول له بابا بس يوح بقول له ايش مالك زعلان قال له ما انا قلت لك اجتماع الاهالي قال ليش امتى قلت لي لما انت تكون مش مصغي مصغي صح يا الله شو بتحسس اللي قبالك انه مش مهم لإلك صح
فالمرأة بتحب بتكون مهمة لهذا الرجل. يعني ما تبدأ مثلا المرأة الحديث وزوجها على التلفزيون مثلا مش حتى مش عامل لغة الاي كونتاكت أو مش عم بتواصل معها بالنظر، هاي لحالها بتخليها تزيد بالحكي وتزيد بالعصبية. أنت على القليل أعطيها كم من دقيقة تطلع في وجهها واسمعها، أنت هيك بتنهي المشكلة. بس بالمقابل كمان احنا هيك قلبنا رجعنا على الرجل. بس بالمقابل أنت كزوجة انتقي شو بتحكي؟ لا مش بس انتقي، انتقي الوقت. هلا هو قاعد بيحضر مباراة فوتبول مثلا على سبيل المثال، هو معروف انه الفوتبول بحياته. يا اختي خلي بس يخلص هالمباراه صح، وفريقه فاز بكون مبسوط مهيز، احكي لك هالكلمتين اللي بدك تحكيهم بطريقه اذا خسر ما تحكي، خسر ما تحكي اجليها. يعني هي فن والله، مهاره صح، ولازم نمتلكها صحيح. يعني اذا نبعد عن النميمه، نختار الوقت، نختار المكان ايضا، وما ننصح، ما نغير، نتقبل، ما نضل ننصح. طب كيف يعني بدنا ننصح بطريقه ما ياخذها شخصي كمان؟ هلا شوفي، الطريقة اللي انت بدك تحكيها ما بياخدها شخص. اللحظة اللي بتبلشي فيها بانتي، هلا انا وياك قاعدين، انت ما عم تسمعي لي. شوفي كيف، هلا انا بقولك انت ما عم تسمعي لي دانا، مش بتاخديها دفاعيا، بتاخديها شخصية. مش حلوة. كأنه عم بتهيني. مش حلوة. انا حاسستك سرحانة، ان شاء الله ما في اشي. شوف الطريقة. شوف الطريقة، يعني مش نفس المسج؟ نفس الرسالة. انت ما بتسمعي هيك شخصي. ايوة. اما حسيتك. حسيتك انت ما عم تسمعني. احكي بعدين. لما تخلص حاسسك شوية، يعني لما بقول قاموسنا نغيره، قاموسنا نغيره، في مصطلحات نغيرها، وطريقة مصطلحات وطريقة، وزي ما حكينا مش شو بتحكي، كيف تحكي. كيف تحكي مهمة كتير. صح. يعني أنا بعمري هلأ تعلمت كيف أحكي. أوكي مش أنا صغيرة، بس يعني مرأة أنا بمشاكل كتير، بس هلأ بتعلم كيف أحكي. يعني شوفي، أنا كل يوم الصبح أكتر إشي بتذكره وبحبه وبحب إنه بالفعل أطبقه كل يوم بحياتي، إنه كل شخص له معركته بالحياة. بالضبط. يعني مش أنا عندي مشاكل قدامي ما عنده مشاكل، مش أنا كزوجة عندي مسؤوليات وهو ما عنده مسؤوليات وما عنده مشاكل. صح. يعني أنت بتعاني من معركة بحياتك وهو بيعاني من معركة. طبعاً. فقديه نحتوي بعض. بالضبط. قديش يتقابلوا هدول، يعني هي أصلا معاركنا، وأول واحدة مع الذات ثم مع الآخر. صح. اللي تفضلتي فيه هي مع الذات. أول إشي أنا في جواتي أشياء بتتصارع. فبالمقابل أنت، يعني إذا إحنا ما استوعبنا بعض مشكلة. مشكلة. وبعدين بس أثني على كلامك وأحكي شغلة، إنه كل واحد فينا عنده مفتاح. تقدري تعرفي أنت إيش مفتاح جوزك، والزوج يعرف إيش مفتاح زوجته. صح. فهاي مهمة كتير إنه نعرف بعض. اللحظة اللي إحنا عرفنا بعض وصرنا أصدقاء، يا الله شو حلو. صحيح. يا الله شو حلو. وإحنا بالآخر ما عم نحكي عن نظريات، إحنا نحكي عن واقع يطبق بكل دقيقة بكل نهار. يعني هلا الزوجات والأزواج اللي بيحضرونا اليوم بيقدروا يغيروا، اليوم بيقدروا يقيموا مصطلحات من حياتهم ويحطوا مصطلحات أكثر إيجابية وأكثر محبة وتفاهم إن شاء الله. للآخر. يعني بحكولك برضو في نساء بينقوا موضوع الزهق، زهقانة، فشو الجواب المناسب؟ هلا زهقانة بدك هو يطير زهقك أو يغير لك مودك؟ لا، يعني أنا بقول دائما السعادة تنبع من الداخل. أنا بدي أغير حالي عشان ما أزهق. أنا بدي أفتش على شو أشياء تبسطني، أشياء أعبي وقتي فيها، أملي فراغي. هذه أنا بدي أشتغل على حالي. ما بستنى ليش أنا مثلا هو مشان الله زهقانة شو أعمل؟ احكي لي. صح. شو احكي لك؟ ما انا يا دوب انا بلشان بحالي. احكي علي. يعني هاي واحدة من الشغلات اللي مهمه كثير بحب اضيفها. الرجل بحب التقدير. الرجل بحب تقديريه على الاشياء اللي بيعملها. يروح من الشغل ما احلى كلمه، يعطيك العافيه. يعطيك العافيه عن جد، يا الله. ويلاقيك يعني مش شرفت. وين كنت؟ لك ساعة ما وصلتش، المفروض انه انت قبل تيجي. يعني كل هاي الامور زي ما قلتي، نغير قاموسنا. صح. نغير الكلمات اللي بنستخدمها عن جد. يعني برضه النساء بالنهاية مش صعب ارضائهم او كثير صعبين، أبداً. لا بالعكس، مفاتيحهم سهلة. وبنفس الشيء الرجل، نكون اذكياء، ما نتفشش في بعض. بالنهاية ونحترم خصوصية الاخر. صحيح. يعني بدي اشكر الدكتورة عايدة كراتش، اخصائية تربوية. شكرا لحضورك.